السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميتا نزلت حاجة اسمها لاما، وده زي شات جي بي تي، تقدر ان انت تعمل دردشة معاه بشكل قوي جدا. و3.1 نازل اوبن سورس، فتقدر ان انت تسطبه عندك على الجهاز وتقدر ان انت تشتغل بيه. هو نازل بثلاث اصدارات حسب بقى الحجم اللي انت عايزه، حاجة خفيفة، حاجة قوية، حاجة متوسطة، وفي امكانيات قوية هنبدأ ان احنا نشوفها مع بعض دلوقتي. بس اجمل ميزه ان انت داونلود موديل، تقدر تحمل الموديل عندك على الجهاز ويبقى حاجه خاصه بيك. لو انت عندك حاجات خاصه بالشركه بتاعتك وجيت ان انت ترفعها على شات جي بي تي او على جيميناي، ففي فرصه ان هو شارك الداتا دي، يدرب عليها الموديل بتاعه، ويبدا ان اي حد يساله سؤال يجاوب من المعلومات اللي خدها منك. يعني انت مثلا في شركه مشهوره جدا كان عندها تصميم لسه منزلتوش السوق ورفعته على الموديل، فحد بيسأل سؤال فجاوب واداله المعلومات السريه بتاعت الموديل دوت اللي لسه منزلش. فميزه بقى ان انت مستطبع على الجهاز بتاعك، هتبقى ضامن ان هو محدش يقدر يشارك معاك الداتا، تقدر تحمل زي ما انت عايز. طيب تعالى بقى نجربه من غير ما نحمله لان مساحته كبيره. ده هاجنج فيس. هاجنج فيس ده موقع الناس اللي هي هتنزل حاجه اوبن سورس بتبدا تحطه عليه والناس تبدا تجربه. هنا مديني امكانيه ان انا اعمل شات مع 8 مودلز مختلفين، تمام، والثمانيه اقوى من بعض والثمانيه ممتازين. جربنا مثلا ده قبل كده في مايكروسوفت، عمل واحد اهوت اوبن سورس. ممكن تعمل انت كرييت نيو اسيستنت، تعمل مساعد شخص ليك ويجاوب على الاسئله بتاعتك. طيب انا مظبطه هنا على لاما 3.1، تقدر تساله اي سؤال. بس قبل ما تساله اي سؤال خلينا نروح لتولز. هتلاقي دول يعني ايه، دي حاجات ممكن تساعدك. لو فعلتهم كلهم مش هيعترض، لكن هيديك قوة اكتر لو انت حددت انت عايز ايه بالظبط. يعني انا مثلا عايز المره دي ايمج جنريشن، واقول له ايه، بص مش هقول له ارسم لي ولا اعمل لي صوره ولا حاجه خالص، هقول له مثلا قط مصري واقول له انتر، تمام. فهيفعل انا اداه اللي هي ان هو يعمل لي الصور، ايمج جنريشن، يبدا يعمل لي صوره لقط مصر، مع اني ما قلتلوش ان عايز صور، انا قلت له بس قط مصر. لو انا فعلت اداه ثانيه واديته نفس البرومت هيديك اجابه برضو ايه مختلفه. طيب عندنا هنا ايمج ايديتنج، هيرفع له صوره ويعدل فيها. ويب سيرش، طيب تقدر تعمل سيرش في النت كلها. وفيتشر، هديله لينك واقول له صف لي ده بيتكلم عن ايه. يعني ممكن اجي هنا واخد دي واقول له احنا غيرنا الاداه فبدا يجاوب من دي، ما محتوى الصفحه. بدا يجيب لي معلومات عن ان انت ده يتحمل منه و الحاجات دي كلها. فكل واحده من دول هتبدا تديك، ممكن تقول له في ملف انا عايز ارفعه، فترفع ملف من عندك وتساله فيفحص لك الملف ويجاوب لك. بص فعل لي حاجه ابلود فايل، تقدر بقى ترفع الملف وتقول له جاوب لي من الملف دوت. خلينا نروح على داونلود. وتقول له بقى ايه ما محتوى الملف. او لخصهولي او اشرحولي، يعني ممكن تكون حاجه صغيره فانت عايز تشرحه او حاجه كبيره عايز تلخصها. فهو بقى بيفتح الملف ويفحصه ويبدا يجيب لك كل حاجه. وتقدر تقول له ايه، لا جاوب بالعربي، فيبدا يجاوب لك بالعربي، ماشي. فتقدر ان انت ايه تفعل اي واحده من الادوات ديت، يبدا ان هو ممكن عايز يعمل حسابات يبدا يعمل لك الحسابات بتاعتك.